أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج حكاية الرياضة، البرنامج الذي يلخص حكاية الرياضة بشكل عام وحكاية كرة القدم بشكل خاص. حلقتنا اليوم عن واحد من أكثر المواضيع انتشارا وإثارة للجدل في كل سوق انتقالات سواء صيفية أو شتوية، حيث بنسمع دائما اللاعب الفلاني جلب ثمنه من بيع القمصان، وهي المعلومة بتنتشر بقوة وتستخدم كمثال على عبقرية بعض الأندية، لكنها في الحقيقة بعيدة كل البعد عن الحقيقة. الصحيح أن الحصة الأكبر من دخل بيع القمصان يذهب للشركة المصنعة، لأنها بالأساس تدفع للنادي سنويا مبالغ كبيرة مقابل استعمال حقوقه. ورغم عدم توفر أرقام رسمية توضح لنا حصة الأندية من بعض القمصان، لكن المطلعين والخبراء الاقتصاديين بيقولوا أنها بتقارب 20% من أرباح بيع القميص، من الأرباح وليس من سعر البيع. بعض التقديرات بتحكي أنه النادي بيحصل مقابل كل قميص يتم بيعه على نسبة ما بين 8 إلى 12 يورو. وعند النظر إلى ميزانيات بعض الأندية المعلنة، بنجد أنه الأندية لا تعتبر بيع القمصان أهم شيء لديها، وحيث أنه يقدر دخلها من بيع القمصان من 7 إلى 10% من دخلها الإجمالي. والنجم الكبير جدا مثل كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي لو باع 1,000,000 قميص سيدخل على النادي 12 مليون يورو على الأكثر، وليس قيمة صفقته كما يتحدث البعض. نشكركم كثير لاستماعكم معنا في حكاية الرياضة، معكم محمد عواد، بتمنى تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله.